بالتفاصيل، زوج روان بن حسين مارس معها علاقة غير شرعية وأرسل صور لقاصرات. أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الجدل قبل ساعات بسبب إعلانها طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقرف، بالإضافة إلى حديثها عن تفاصيل ما تعرضت له منذ أن ارتبطت به وخيانته المتكررة لها وإصابتها بمرض خطير جداً. اللافت أن روان كانت قد قالت في مقابلة سابقة أنها لا تقبل الخيانة، وهذا ما حصل معها بالفعل. أساس العائلة أنا أشوفها صعبة إن تنغفر إنه زوج يخون. ونشرت روان عدة تدوينات تحدثت فيها عن استعدادها حالياً للانفصال عن زوجها بسبب خيانته لها وعلاقاته العاطفية مع العديد من النساء، وقالت إنها لم تكن تملك شجاعة الانفصال عن زوجها بسبب حبها الكبير له، إلا أنها حسمت أخيراً قرارها بعدما عاشت جراء ذلك ضغوطات نفسية كثيرة. وحذفت روان تغريدة مهمة جداً تقول أن زوجها كان يرسل صور لبنات قاصرات وهي حامل بالشهر التاسع، وأنه مارس معها علاقة قبل زواجهما وأنها أرادت التبليغ عنه، لكن والده تعهد لها أنه سيتزوجها بعدما تتم تعليمها. ونشرت روان فيديو لابنتها المحرومة منها حاليا لأنها لا تملك جواز سفر. لونا لونا اوه ايه كوكو بارد انتي.